مواد التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي. المواد دي هي المواد الوحيدة في برامج التعليم اللي بتخلق تمهيد لثقافة العمل. أيوه. اللي بيدرس بيدرس عشان يحفظ عشان يمتحن أي حاجة، ما فيش حاجة متعلقة بأنه حاجة يعملها بإيده عشان ويبيعها أو وتطلع كويسة ويبيعها ويكسب فيها فلوس فيحس إن هو ده عمل محترم لأنه ممكن هو ينجزه حتى بره المدرسة ويكسب. فثقافة العمل اللي احنا بنفتقدها كمجتمع دلوقتي خالص. الناس بتخرج من الجامعة عمرها في حياتها ما مسكت في ايدها حاجة، فما يروح يشتغل في أي حتة ما يعرفش، عايز يتأهل من جديد. أما كانت المدارس من الابتدائي والحضانة لغاية الثانوي كانت بتعد الطلبة لثقافة العمل. وثقافة العمل معناها كمان إن الطالب لما بيعمل حاجة ويلاقي الناس بتعجب بيها وإن هو عاملها فريدة من نوعها وبتتباع وبيكسب، فيجيله ثقة في النفس. أيوة. وعزة نفس، ويعتبر إن هو نخبة لأن هو مختلف عن الباقيين اللي ما يعرفوش يعملوا كده، بينتج شيء ما جميل. الحاجات دي كلها طبعا اللي بيلعب رياضة وبيتألق برضه بيحس أيوة. إن هو متميز ونخبة. اللي بيعزف مزيكا بيحس ان هو مرهف وان هو نوع مختلف. ايوه. وفي نفس الوقت يقدر يشتغل ويكسب. ثقافه العمل، ثقافه القناعه الذاتيه في النفس، ثم انه المواد دي كانت اساس في بناء الاعتزاز القومي. يعني لما واحد بيرسم يعرف ان جدوده الفراعنه كانوا هم اللي علموا الناس كلها الرسم، هم اللي علموا الناس كلها النحت، هم اللي علموا الناس كلها الحرف المختلفه، فيحس ان هو ابن ناس يعني بفخر يعني من زمان وهو ابن ناس، فيبقى عنده اعتزاز ببلده، اعتزاز بمستقبله، اعتزاز بماضيه. الوقت المدارس لما بتعلمش الحاجات دي، ولا حتى المدارس الاجنبيه ولا الخاصه، هو بيطلع ابن ناس غيرهم. يعني بيطلع ابن الناس اللي في الناحية التانية اللي بيعلموه، فلا بيعرف عن تاريخه ولا عن ثقافته ولا عن منجزات حضارته ولا على مجتمعه ولا على القيم اللي كانت منتشرة في مصر، الأريحية والود والصفاء الذهن. المصريين كانوا كده، ما كانش أيوة. عندهم لا شعننة ولا غل ولا حاجة خالص. ايه اللي حصل؟ ليه بقى عندنا الحاجات دي؟ عشان المؤسسه، الجزء المؤسسي اللي كان بيبني الاطفال من الصغر الى الثانويه العامه وساعات جوه الجامعه على هذه الاشياء، كان هو اللي بيعمل توازن بينها وبين المواد العلميه والادبيه اللي يحفظ ويذاكر، يحفظ ويمتحن وينسى. ما يعمل حاجة فنية مش هينسى، اللي بيعزف كمانجة ده مش هينساها بعد الامتحان عمره ما ينسى. إنما اللي بيعمل معادلات كيمياء بيحفظها وبيروح يقولها في آخر لحظة وينساها بعديها بلحظة، يعني هادر هادر في بناء الشخصية لموهبته حتى. طبعا ده بقى هو السبب في إنه أجيال طلعت بدل ما يمشي مهندم يخبط في الرصيف برجله، العيال يخبطوا في بعض، لانه امال اصل بصي حضرتك، يا اما الانسان وهو بالذات وهو صغير عنده طريقه انه يعبر بها عن نفسه سلميا، فانه يرسم رسمه نفسه لا والله لا ده انت يا ابني ده انت فنان يخرب عقلك، ده ايه ده انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ طب يبقى هو حس انه يقدر يعبر عن نفسه بالرسم او بالمزيكا او بحاجه. انما اللي ما يعرفش ما عندوش حل تاني غير ان هو ينفس عن نفسه التنفيس، ينفس عن نفسه بالعنف. ادي الحل. يعني حضرتك الحقيقه بتشير لشيء في منتهى الاهميه، يعني اين الموسيقى واين الرياضه واين التربيه الفنيه في مدارسنا حاليا؟ المدرسه ليست فقط عربي وحساب، يعني حتى التربيه الاقتصاد المنزلي كانوا بيعلموا الاولاد يعملوا مربى، يعملوا مش عارف ايه، يزرعوا زرع وياخدوه في البيت، وبعدين اخر سنه يجيبوه يشوفوا كبر قد ايه ويدوا له نمره عليه.
ويربوا كتاكيت ويربوا حاجات، يقوموا بيتعايشوا مع عوامل الطبيعة معايشة فعلية. يعني بيربي حاجة وبتكبر في إيده، بيزرع حاجة بتكبر في إيده، مش يحفظ إن فيه مثلا ثاني أكسيد كربون وأكسيد كربون ويتنسي. أيوة. إنما لما يشوفها تتحول إلى ثقافة معاشة.